صباح النور. اتعرفنا بيك؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن انت عايش هنا في حي الاسمره؟ اه. وبتشتغل يا عبد الرحمن ولا؟ اه شغال. شغال فين؟ هنا شغال بتاع خضار. بتعمل ايه؟ برش خضار، ببيع خضار. بتاخد كام يا عبد الرحمن؟ 60 جنيه. 60 جنيه كل يوم؟ بتشتغل كام يوم؟ بشتغل الشهر كله. يعني تقريبا نقول كده 1800 جنيه في الشهر. عبد الرحمن انت بتشتري ايه دلوقتي؟ بشتري لحمه وكبده. دايما بتشتري لحمه وكبده من هنا؟ كويسه؟ اه حلو قوي. طب دلوقتي يا عبد الرحمن انت بتاخد 1800 جنيه وبتاخد حاجتك من هنا، الفلوس اللي انت بتاخدها والحاجات اللي انت بتشتريها من هنا لحمه وكبده او اي طلبات تانية بتشتريها من هنا، تحس انها تقدر تكفي وتفتح بيت؟ اه بتكفي وبتفتح بيت والحمد لله. انت كنت ساكن فين قبل ما تيجي حي الاسمرات؟ دار السلام في قلب خرالة. هنا احسن ولا مكان ما كنت احسن؟ لا هنا احسن. طب ليه ما بتشتريش اللحوم البلدي؟ لا دي برده حلوه واللحوم برده حلوه بس المجمده حلوه. عبد الرحمن انت بتجيب الكبده بكام؟ الكبده بجيبها 35 بدل 38 بره. طيب واللحمه بتجيبها بكام برده؟ 58 بدل 60 جنيه بره. طب انت كم مره بتاكل لحمه وكبده او فراخ في الشهر؟ اربع مرات خمس مرات يعني. يعني ضروري مثلا انت يكون عندك في كل وجبه كل يوم يكون فيها يا لحمه يا كبده يا فراخ؟ لا مش ضروري، مش ضروري كل يوم يعني. بتجيب كل طلباتك من هنا بتلاقيها متوفره؟ اه. واسعارها مناسبه ليك؟ ايوه كل حاجه مناسبه هنا وكل حاجه موفره. يسعد صباحك يا عبد الرحمن وتاكلهم بالهنا والشفا.